المستوى تاعنا تاع الرياضه بصفه عامه في سواء في المستوى العربي والافريقي، الجزائر يعني رجعت للمكانه تاعها، لان في وقت ما كانت شويه تقهقرت، والان نقولوا يعني الحمد لله رجعت شويه للمكانه تاعها. النتائج بالنسبه لهذا العام، لان الالعاب الافريقيه هذه نظمت في اخر ساعه، يعني ما كانتش يعني مبرمجه مسبقا. وزيد على هذا كذلك الالعاب الاولمبيه، يعني كثير من الرياضيين تاعنا اللي هما عندهم حظوظ كبيره في الالعاب الاولمبيه، فضلت الاتحاديات تاعهم ما تبعتهمش، لان فيه يعني خطوره نوعا ما، يقدروا يمرضوا، لان افريقيا كما تعرفوا الصعاب تاعها لي فاكسان، تشرب الدواء قبل ما تروح 15 يوم ومن بعد 15 يوم، وفيه كذلك الحراره والرطوبه. نظن هي يعني كما نقولوا شيء، يعني القرارات اللي خداوها الاتحادات هي صائبه. ورغم هذا يعني الفرق نتاعنا اللي شاركوا، اللي اغلبهم شباب، يعني داروا نتائج ايجابيه. نتمنى لهم ان شاء الله حظ سعيد، ويعني ويزيدوا يديروا نتائج احسن في منافسات اخرى. بلاطة يتمنى لكم رمضان كريم. شيبس لوكس يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.